خلينا نصبح على زميلتنا هالة تعرف منها على أخبار الطقس وكمان المرور في القاهرة والمحافظة. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا هالة. صباح الفل عليكم. يعني هنبدأ الأول بالمرور وبعد كده ناخد جولة سريعة عن الطقس. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. نبدأ جولتنا كده من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو والمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الوايلي والحد كوبري الساحل والأميرية. كورنيش من المظلات لوسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. نستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم من أكتوبر باتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. نروح لمحافظة الإسكندرية، في هناك بعض الكثافات البسيطة عند كوبري ستانلي وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصت جولتنا المرورية ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، كمان في شبورة على بعض الطرق صباحا، الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.